السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سفينة التيتانيك صنع مئات الأشخاص، صنعت بأفضل الطرق والمواد وصناعة، وكانت فخرا، وظروف إبحارها كانت مواتية. وقد قال قائدها: هذه السفينة لن تغرق أبدا، ولكن غرقت في أول رحلة لها لمجرد اصطدامها بالقليل من الثلج في البحر. أما سفينة نوح نبي الله عليه السلام، صنع شخص واحد هو نبي الله نوح عليه السلام، وتمت صناعتها من ألواح ودسر، وصناعتها كانت محلا للاستهزاء، وظروف إبحارها كانت مستحيلة. لكن قبل إبحارها قال نوح عليه السلام: بسم الله مجراها ومرساها، فغرق العالم كله وهي الوحيدة التي لم تغرق. إليكم هذا المقطع من القرآن الكريم. فقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن هنا نأخذ العبرة: التيتانيك التي صممت وصنعت بأفضل المواد غرقت في أول يوم لها، وسفينة نبي الله نوح عليه السلام التي صنعت من أبسط المواد لم تغرق بفضل الله عز وجل. اختاروا سفينتكم جيدا، إما التي تجري وفق أمر الله عز وجل، أما التي تجري وفق أمر البشر. ثقوا بالله كثقة نوح عليه السلام في بناء سفينته، وكثقة محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، وكثقة إبراهيم عليه السلام قبل إلقائه في النار، وكثقة موسى عليه السلام في انشقاق البحر، وكثقة أمي عند إلقائه في نهر النيل، وكثقة هاجر في الصحراء إلى آخره. وفي آخر القول نقول: من يتوكل على الله فهو حسبه.